بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستهل بعون الله تعالى وتوفيقه ونستفتح هذه الجلسة في درس مقاصد الصيام ضمن هذه الدورة العلمية الثالثة المنعقدة بالمسجد الحرام لعام 1437 من الهجرة. هذه الدورة المباركة التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، متمثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، دورة علمية تجمع بين شرف المكان وهو رحاب بيت الله الحرام، هذه البقعة المباركة وهذا الموضع العظيم، وبين استثمار هذا الزمان ونحن على مشارف شهر رمضان لمدارسة فريضة تقبل عليها أمة الإسلام، وهي ركن من أركان دينها وعبادة عظيمة في عباداتنا أيها المسلمون. فيأتي التفقه في هذه العبادة وإحاطة المسلم بمسائلها وأحكامها جزءا من أداء الواجب الذي يتعين عليه القيام به في الأيام المقبلات من شهر رمضان. هذه الدورة أيها الكرام وأخواتها تأتي في سياق النهوض بهذه الرسالة العلمية في أروقة المسجد الحرام ومن رحاب الكعبة المعظمة، هذا الدور العلمي الذي يشهده الحرمان الشريفان في رعاية كريمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله. وهذا التوجه من أجل أن يكون لنا معشر القاصدين لبيت الله الحرام استثمار عظيم في بقائنا بين الصلاة إلى الصلاة في شهود حلق العلم وغشيان البركة وتحلق هذه الحلق التي أثنت الشريعة على أصحابها وذكرت الأجور والثواب المترتب على غشيانها والجلوس إليها. من غير إطالة أيها الكرام، درس مقاصد الصيام هو حلقة في هذه المنظومة التي اشتملت عليها الدورة العلمية التي انطلقت صباح هذا اليوم، الحديث عن فقه الصيام في أحكامه ومسائله، كما هو الحديث عن النصوص الشرعية التي جاءت فيه في تفسير آياته الواردة في سورة البقرة، والأحاديث النبوية التي استنبط منها الفقهاء مسائل الصيام وأحكامه، كما هو الحديث أيضا عن أسرار هذه العبادة ومقاصدها كلياتها وقواعدها التي تضبط فقه الصيام. الحديث عن مقاصد الصيام خطوة في فقه الشريعة أيها المسلمون، وجزء مهم في فهم عبادة الصيام التي جاءت في شريعة الإسلام في الكتاب الكريم والسنة المطهرة بأدلة ومسائل وأحكام كثيرة. أيامنا الخمسة التي سنقضيها إن شاء الله تعالى في درس مقاصد الصيام سيتناول في هذه الجلسة اليوم الحديث عن مدخل فيه مقدمات تشتمل على جملة من المسائل، ثم تخصص الأيام الأربعة الباقيات للحديث عن المقاصد تفصيلاً وذكرها وذكر أدلتها والحديث عن أثرها وعظيم ارتباطها بعبادة الصيام. في هذا المدخل في جلسة اليوم سنتناول جملة من المسائل، نبتدأ بأولها. المسألة الأولى الحديث عن المقاصد، هذا المصطلح ودلالته تعريفه للانطلاق منه إلى ما يليه. اعلموا رعاكم الله أنه حيث يجري ذكر مصطلح المقاصد الشرعية على ألسنة أهل العلم وفي كلامهم، فإنهم يريدون بها الحكم والأسرار والغايات التي تكون من خلف تشريع الأحكام. مرة أخرى، ما من حكم في كتاب الله الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وشرع كل المسائل في الدين إلا ومن ورائه حكمة وسر عجيب. هذه الحكمة وذلك السر اصطلح على تسميته بالمقصد،
يعني ما الذي قصدته الشريعة من تشريع هذا الحكم؟ فلوجوب الصلاة مقاصد، كما لوجوب صيام رمضان مقاصد، ولوجوب حج بيت الله الحرام مقاصد، كما لتحريم الزنا مقاصد، ولتحريم قتل النفس المعصومة مقاصد، وتحريم أكل الربا أيضا مقاصد. إذن جملة الحكم والغايات والأسرار التي تكون خلف تشريع الأحكام هي التي يصطلح على تسميتها باسم المقاصد الشرعية. هذا المصطلح جرى ذكره قديما على كلام أهل العلم وفي مصنفاتهم، وجاء الحديث عنه بتوسع وإطناب لدى المتأخرين، ويعد إمام المقاصد الإمام الشاطبي رحمه الله من أوسع من تكلم في هذا الفن في كتابه الموافقات، فإنه شرع لأهل العلم من بعده أبواب المقاصد الشرعية والحديث عن مداخلها وتقسيمها وأنواعها، غير أنه لم يعتني العلماء قديما بذكر مصطلح ذي تعريف خاص للمقاصد يعمدون إلى تعريفه. فذكر المتأخرون بعضا من تعريفات المقاصد الشرعية كما جاء في كلام الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله حين عرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. قال رحمه الله: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وذكر علال الفاسي رحمه الله قريبا من ذلك فعرف المقاصد الشرعية بأنها الغاية منها، مقاصد الشريعة هي الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. بإزاء هذا التعريف المصطلحي أيها الإخوة المباركون، دعونا نقول في مثال واضح عملي: هذه الصلاة التي نصليها، وصيام رمضان الذي نصومه، وحج بيت الله الحرام، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، كل تلك أحكام شرعتها الشريعة، من ورائها حكم وأسرار هي المقاصد منها. فتقول مثلا في الصلاة: المقصد منها تحقيق الصلة بين العبد وربه، إقامة مقام الخشوع بين يدي الله جل جلاله في الصلاة، والقرب منه سبحانه تعظيما ودعاء وابتهالا وافتقارا في ركوع وسجود يعبر فيه المصلي عن خضوعه لله، عن خشوعه، عن خشيته وإنابته، عن إظهار ذله وافتقاره وحاجته. هذه مقاصد. ومثل ذلك الحج، فإن من مقاصده كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه مقاصد الحج، وجاء النص صريحا كما سمعت في كتاب الله أنه بني البيت وأذن في الناس بالحج لتحقيق هذا المعنى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في الصيام كذلك كما سيأتي تفصيله في مجالس هذه الدورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا مقصد، فرض الله الصيام وأوجبه لتحقيق هذا المقصد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في مجالسنا في هذه الدورة. إذن حكم وأسرار، غايات يراد من العباد أن يحققوها من تلك العبادات والتشريعات. فجاء القصاص أيضا تحقيقا لمقصد، وجاء تحريم الزنا تحقيقا لمقصد، وجاء تحريم أكل الربا، وهكذا ستقول في الواجبات وفي المحرمات وفي كل وجوه التشريع في الشريعة. إذن هذا لون من الفقه يا كرام في شريعة الإسلام، هذا لون من الفقه في الشريعة، لأن اللون الأول أو النوع الأول من الفقه في الشريعة هو فقه أحكامها، فقه مسائلها التي يختص بها الفقهاء في مجالس الفقه وكتب الفقه ودروس الفقه. إذا فهمنا هذا في تعريف المقاصد، وأنها الغايات والأسرار والحكم، وأنها تمثل حقائق العبادات، فلننتقل إلى المسألة التالية.
ثاني المسائل في مجلس الليلة في هذه المقدمات الحديث عن أهمية المقاصد في العبادات وبيان منزلتها في الشريعة، وسأبين هذا في نقاط يسيرة كالتالي. أولها، التكليف في الشريعة في كل عبادة أوجبها الله أو في كل حكم حرمه الله عز وجل على العباد، ستلحظ أنه يشتمل على جانبين اثنين. الجانب الأول في العبادات التي أوجبها الله يشتمل على الهيئة الظاهرة للعبادة، والجانب الآخر يشتمل على مقاصد هذه العبادة. كل عبادة تشرع فإنها تشتمل على هذين الجانبين في التشريع، هيئة ظاهرة للعبادة وباطن هو مقصد العبادة. ولنضرب بذلك أمثلة. هذا الحج وقد تكلمنا عنه قبل قليل، هيئته الظاهرة في التشريع أركانه وواجباته، فتقول الإحرام من الميقات، وتقول الوقوف بعرفة، وتقول الطواف والسعي، وستنتقل إلى الواجبات فتقول الإحرام من الميقات دون تجاوزه، وستقول أيضا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وتذكر أيضا المبيت بمنى ورمي الجمرات وحلق الشعر ونحر الهدي وهكذا. إذن جملة ما يفعله الحاج في حجه هو الهيئة الظاهرة للعبادة. كذلك الصلاة لها هيئة ظاهرة، القيام والتكبير والفاتحة والركوع والسجود وكل أعمال العبادة هو الهيئة الظاهرة للعبادة. هذا شطر العبادة في التشريع. الشطر الثاني ما هو؟ هو جوهرها، هو حقيقتها، هو مقصدها. في الصلاة إن كان لها ظاهر وهو قيام وركوع وسجود وماذا تقول في التسبيح وماذا تقول في التشهد، إن كانت هذه الهيئة الظاهرة التي تؤدى بالجوارح ظاهرا، فإن الهيئة الباطنة للصلاة تتمثل في الخشوع، وهو روح الصلاة وحقيقة الصلاة وجوهر الصلاة، وعليها يترتب ما سنذكر من الآثار بعد قليل. كذلك الحج، الذهاب والمجيء والوقوف والطواف والسعي والرمي والمبيت والدعاء إلى آخره هي هيئات ظاهرة يؤديها الحج بحجه، لكن للحج أيضا جوهر وله روح هو سر الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، تحقيق ذكر الله، تحقيق شهود المنافع، تحقيق التقوى في الحج وأمثاله، هذا هو روح الحج وجوهره. إذا وصلنا إلى هذه النقطة سنقول الصيام كذلك في رمضان له هيئة ظاهرة. ما هي؟ الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس، وعدم إنهاك أو عدم انتهاك هذا الصيام بشيء من المفطرات. هذه هي أي هيئة الظاهرة للصيام، هذه هي الهيئة الظاهرة للصيام، إمساك وامتناع عن المفطرات. وما بجانب ذلك يبقى للصيام جانبه الباطن، حقيقته، سره، لعلكم تتقون. الصيام مدرجة إلى التقوى، تهذيب للنفوس، سمو في الإيمان، قربة من الرحمن، إرغام للشيطان. الصيام بهذا المعنى في حقيقته معنى آخر في الشطر الثاني. إذن كل عبادة تتكون من شطرين، الشطر الأول هو الهيئة الظاهرة للعبادة، والثاني هو سرها وحقيقتها. حديثنا عن مقاصد العبادات يتناول الشطر الأول أو الثاني؟ الثاني. والأول أين نجده؟ في كتب الفقه وكلام الفقهاء، نعم، فإنهم يختصون بذكر أحكام العبادات في هيئاتها الظاهرة، ولهذا يذكرون الأركان والواجبات والسنن والشروط، ويذكرون المبطلات أو النواقض أو الموانع، هذا يذكرونه في كتب الفقه ويناقشون ذلك ويذكرون أدلته. وإذا فهمت هذا فلننتقل للمسألة الثانية، أنه يتعين على طالب العلم خصوصا وعلى المسلم عموما، يتعين عليه التفقه في العبادة بجانبيها، الهيئة الظاهرة وحقيقة العبادة وروحها التي هي كما قلنا باطن العبادة وسرها، يتعين التفقه بالجانبين لأنه اشتمال على الأمرين. وقديما قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة.
من لم يلتفت إلى هذا المعنى ليس على بصيرة في وضع الشريعة، لأن الشريعة التي وضعت الأحكام وضعت الجانبين الأمر والنهي والتكليف والإيجاب والتحريم، ووضعت بإزاء ذلك مقاصد هذا الأمر والنهي، فالاشتغال بأحدهما دون الآخر خلل. إذن نقطتنا الثالثة في حديثنا عن أهمية المقاصد هو التصريح بأن الاقتصار في التفقه في العبادات على أحد الجانبين يورث خللا ولا بد. الاقتصار على أحد الجانبين في التفقه في أبواب العبادات يورث خللا. كيف؟ من اقتصر على هيئة العبادة الظاهرة وتفقه في مسائلها وعرف أحكامها وأغفل تماما جانب المقاصد في العبادة سيورثه ذلك خللا في الاقتصار على الهيئة الظاهرة دون العناية بباطن العبادة، فسيصلي صلاة دون أن يهتم بخشوعها، وسيحج حجا يغلب عليه فيه الرغبة في الانتهاء من أعمال الحج والمراكضة والمزاحمة والمدافعة من أجل الفراغ من الطواف والرمي والانتقال من هنا إلى هنا، همه الحركة الظاهرة، وربما وقع في عجلة ومزاحمة وربما إيذاء لإخوانه المسلمين. هذا كله لما صار انهماكا واقتصارا على الهيئة الظاهرة وإهمالا لباطن العبادة وحقيقتها، كما أن الاقتصار على الجانب الآخر عبث. من قال أنا سأقتصر على مقاصد العبادات ولا أهتم بظواهرها، يقول لك أخبرني ما سر الصلاة، تقول صلة بين العبد وربه، يقول أنا موصول بالله فلا حاجة لي إلى الصلاة، ويترك الصلاة كما يفعل بعض غلاة التصوف ويزعمون أنهم بقربهم من الله سقطت عنهم التكاليف. هذا عبث في الشريعة. الاقتصار على البواطن وزعم أنها تغني بحقيقتها عن هيئة العبادة، فلماذا شرع الله إذن الشرائع؟ ولماذا جاءت التكاليف؟ ولماذا شرعت الأحكام والعبادات؟ فكما أن الاقتصار على باطن العبادة بزعمهم دون هيئتها الظاهرة عبث، فكذلك الاقتصار على جانب الهيئة الظاهرة دون العناية بالمقاصد خلل يورث ما سأذكره في النقطة التالية. العناية بمقاصد العبادة يا أحبة تحقق أمورا ثلاثة، كل عبادة تؤديها لله تعتني فيها بتحقيق مقاصد هذه العبادة تحقق بها أمورا ثلاثة. أولها تمام الامتثال وكمال التعبد لله بأعلى مراتبه. من صلى صلاة اعتنى فيها بخشوعها لا شك أنه أكمل وأفضل وأعظم تعبدا من ذاك الذي صلى بإهمال لخشوعه في الصلاة. وأضرب مثالا بالصلاة قياسا على ما سيأتي في الحديث في مقاصد الصيام. هذا أول الثمرات للعناية بمقاصد العبادات، تحقيق تمام الامتثال وكمال التعبد لله بأعلى المراتب. الثمرة الثانية التلذذ بالعبادة واستطعام حلاوتها. لن يحصل متعبد طعم العبادة إلا إذا اعتنى بتحقيق مقاصدها. فأما إذا اشتغل بالهيئة الظاهرة للعبادة أبدا لن يكون همه إلا الفراغ من العبادة والانصراف منها. أيضا خذ مثالا لذلك بالصلاة، ألا تجد فرقا بين خاشع في الصلاة وساه غافل في صلاته؟ فالأول يتلذذ بصلاته ولو طالت، ويستمتع بالركوع والسجود ولو انصرفت فيها الأوقات، لأنه يعيش بروحه معنى الصلاة، يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، يقرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. فسر لي هذا ما هو؟ هذا غاية التمتع بالعبودية لله، استمتاع، هو استغراق في لذة الصلاة بين يدي الله. هذا معنى عجيب. هذه اللذة في العبادة لا تتحقق إلا لمن حقق مقصد العبادة واعتنى بها. لكن تعال إلى مثلنا لما يقتم إلى الصف ويدخل المسجد وذهنه مشغول وباله منصرف، صحيح كبر ودخل في الصلاة وصلى مع إمامه، لكن عقله إما في البيت أو في السوق أو هنا أو هناك، فإذا طالت الصلاة تململ وتضجر وانزعج لأنه غاب عنه مقصد العبادة. إذن هذه ثمرة جليلة لا تتحقق إلا بالعناية بمقاصد العبادة. ما هي؟
التلذذ بالعبادة واستطعام حلاوتها. أما الثمرة الثالثة لتحقيق مقاصد العبادات فهي حصول أثر العبادة في حياة العبد، وهذا سر عجيب في التشريع. كل عبادة في الإسلام لها أثرها في حياة العباد، لكن بشرط العناية بمقاصد هذه العبادة. فالصلاة كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصيام قال الله تعالى فيه: لعلكم تتقون. في الصدقة والزكاة قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حصول هذه الآثار في حياة العباد إنما يتم إذا اعتنى المتعبد بالمقاصد من هذه العبادة في عبادته. فإذا اشتغل بالخشوع وجد أثر الصلاة في حياته، إذا اعتنى بمقاصد الصيام حقق التقوى من صيامه. فأما إذا غفل صلى بلا خشوع فلن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لن يجد أثرا لتهذيب نفسه وسمو إيمانه بالصلاة ولا بالصيام. سيصوم يوما ويومين من رمضان، وأسبوعا وأسبوعين، وسنة وسنتين، وهو كما هو لا يشعر لإيمانه زيادة ولا لتقواه رقية. والسبب في ذلك كله هو الاقتصار على هيئة العبادة الظاهرة. هذا يقودنا إلى سؤال مهم. الآن لو اقتصر العبد في العبادة على هيئتها الظاهرة دون الباطنة، يعني صلى بلا خشوع وصام غير محقق مقصد التقوى، عبادته هذه صحيحة أو باطلة؟ باطلة، يعني إذا صلى بلا خشوع يعيد الصلاة. سأعيد السؤال. الآن هذا العبد إذا عبد الله دون عناية بمقاصد العبادة، صلى بلا خشوع وصام غير مهتم بتحقيق التقوى من صيامه، عبادته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. طيب ما فائدة المقاصد إذن؟ يعني إذا كانت صلاة الخاشع صحيحة وصلاة غير الخاشع صحيحة، ما الفرق؟ ها؟ باطلة؟ إذا كان صلاة غير الخاشع باطلة، ترى كثير منا صلاته باطلة والله المستعان. طيب سنرتب الكلام. إذن ولي لحظة. الآن السؤال تحديدا هو: نحن اتفقنا على أن الأكمل في العبادة هو العناية بهيئة العبادة الظاهرة مع العناية بمقاصدها، وإن شئت فقل العناية بظاهر العبادة وباطنها. هذا اتفقنا عليه، وأن هذا يحقق ثلاث ثمرات: كمال التعبد لله، وحلاوة العبادة، وإيجاد أثرها في حياة العبد. فصار السؤال التالي هو: ماذا لو عبد العبد ربه في هذه العبادات وأتى بالهيئة الظاهرة للعبادة لكنه لم يعتني بمقصدها؟ باتفاق، هل عبادته باطلة مردودة؟ لا، أبدا ليست مردودة، عبادته صحيحة. إيش يعني صحيحة؟ يعني مجزئة لا يلزمه إعادتها. صلى بلا خشوع لكن ألم يأتي بالقيام والفاتحة والركوع والسجود وسائر الأركان والواجبات؟ بلى. إذن صلاته صحيحة فقها. إيش معنى صحيحة؟ مجزئة، برئت بها ذمته ولا يطالب بالإعادة، ماشي؟ لكنه فقد جوهر العبادة، حقيقة العبادة، ففقد الثمرات الثلاثة. ما هي؟ أبدا ستكون عبادته أقل وليست في درجة الكمال، ها؟ لن يجد لذة العبادة، سيجد المشقة والتعب، سيتذمر من الصيام لأن الوقت صيف، لأن النهار طويل، ستضيق أخلاقه، سيسوء كلامه مع إخوانه المسلمين، وبالتالي سيتأفف لأنه صائم منزعج. فكان الصيام ليس ترطيبا لفؤاده ولا تزكية لنفسه، بل سوءا في خلقه، هذا لأنه ما التفت إلى مقصد العبادة. وفقد ثالثا أثر الصيام في حياته. نعم، ركزوا معي يا أحبة، عدم تحقيق المقاصد في العبادة لا يبطلها، لكن يفوت أثرها العظيم في حياة العبد، يفقده حلاوة العبادة ولذة التعبد. بل دعني أقول بصراحة، ستنقلب العبادة عنده إلى هم يفكر في الخلاص منه،
والله، ويفكر في كيف ينتهي من الصيام، كيف يفرغ من رمضان، كيف يخرج من الحج، متى يسلم الإمام في الصلاة، متى يخرج من المسجد. هكذا ستنقلب العبادة عنده إلى هم يفكر في الفراغ منه، بينما المستمتع بعبادته المحقق لمقاصدها يتمنى أن لو طال زمن العبادة، وكلما فرغ منها اشتاق إلى أخرى وأختها مثلها، وكلما فرغ من عبادة اشتاقت نفسه لتكرارها مرة بعد مرة. هذا الفارق الكبير الذي يجب أن نتحدث عنه. فمن صلى بلا خشوع صلاته صحيحة، لكنه فقد أجر الصلاة الأكمل. يقول عليه الصلاة والسلام: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. قال في آخر الحديث: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. ليس المقصود أن يطالب بإعادة الصلاة، لا. في الصيام، وسيأتينا تفصيلا، قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل قول الزور وشهادة الزور من مفطرات الصيام؟ فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة، يعني ليذهب يأكل ويشرب ويفطر كما يحب؟ لا، لكنه يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام: لم يستفد من صومه ولم يحقق الصيام أثره في حياته. تدري لما؟ لأنه ما ترك قول الزور والعمل به، مع أنه أمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، لكن هذا التفات إلى المعنى الآخر، هيئة ظاهرة للعبادة مع حقيقة هو جوهر العبادة وسرها التي يجب العناية بها. إذا أدركتم هذا رعاكم الله، سأنتقل وإياكم إلى المسألة الخامسة. المسائل التي ضربنا لها أمثلة تبين لنا بوضوح أثر المقاصد في العبادات مع أمثلتها. ذكرنا الحج، ذكرنا الصيام، ذكرنا الصلاة والخشوع فيها. هذه أمثلة يراد منها أن نتبين موقع المقاصد من الهيئة الظاهرة للعبادة. هذه التي ضربنا لها أمثلة في الصلاة وفي الحج وفي الصيام، ونحن نشرع في درسه تفصيلا خلال الأيام القادمة إن شاء الله، هو مثال يسير لأمور أخرى في كل أبواب العبادات. كيف يعني؟ يعني ما من حكم شرعه الله تعالى للعباد إلا وله مقصد شرعي. تدري لما؟ لأن ربنا حكيم خبير، والحكيم سبحانه ينزه عن العبث في الأقوال والأفعال، له في كل شأن من شؤونه حكمة، والحكمة تعظم وتكبر وتجل كلما كبر الحكم أو العبادة وعظمت. بمعنى كلما كانت العبادة أعظم كان مقاصدها أكبر وأعظم. عندما نتحدث عن أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، في أنها أركان الإسلام وهي أم العبادات في الإسلام، هذه العبادات الثقيلة في ميزان الشريعة مقاصدها الشرعية أيضا ثقيلة كبيرة، ليست كباقي الأحكام، ليست كباقي الواجبات. فكلما عظم شأن العبادة عظم شأن مقاصدها في الإسلام. وبالتالي فمقاصد العبادات ليست مرتبة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض، وهي درجات تتفاوت بتفاوت درجة العبادة وثقلها. المسألة السادسة يا كرام، المقاصد تنقسم عند أهل العلم إلى أكثر من قسم باعتبارات شتى. فمنها مثلا انقسامها إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة. والمراد بالمقاصد العامة هي المقاصد التي تعتبر مشتركة بين كل أحكام التشريع، فهي مقاصد عامة، مثل تحقيق العبودية لله، هذا مقصد عام، لأنه ما من حكم في الشريعة إلا ويراد منه تحقيق العبودية لله، فهو مقصد في كل أحكام التشريع. حرم الله شرب الخمر ومن مقاصده تحقيق العبودية لله. حرم الله عز وجل الإفساد في الأرض ومن مقاصده تحقيق العبودية لله. أوجب سبحانه وتعالى بر الوالدين ومن مقاصده تحقيق العبودية لله. وقل مثل ذلك في كل أحكام الشريعة. فتحقيق العبودية لله مثال للمقاصد الشرعية العامة، يقابلها المقاصد الخاصة التي تأتي لباب دون باب من أبواب الشريعة، وهي به أخص وألصق. ف
فيأتي مثلا مقصد تحقيق الأخوة والتكافل في كل الأحكام التي جاءت في إيجاب حقوق المسلم على المسلم. لماذا رد السلام؟ لماذا عيادة المريض؟ لماذا تشيع الجنازة؟ لماذا إجابة الدعوة؟ لماذا تشميت العاطس؟ هناك مقاصد خاصة، تقوية التآخي، تحقيق التكافل، لحمة الأخوة بين الصف المسلم، هذه مقاصد خاصة تأتي في هذا الباب تخصيصا. لماذا حرم الإسلام بيع المسلم على بيع أخيه؟ لماذا حرم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ لماذا نهى عن النجش؟ لماذا نهى أن يبيع حاضر اللباد؟ كل ذلك حفاظا على صفاء الأخوة بين المسلمين ولحمة الإخاء بينهم، هذه مقاصد خاصة. فإذا أبصرت فتجد في كل أحكام الشريعة مقاصد عامة وأخرى خاصة. تنقسم المقاصد أيضا إلى كلية وجزئية، تقسيمات شتى أريد أن تفهم منها أن المقاصد عندما نأتي إليها في باب من الأبواب كالصيام ستكتشف أن جزء من مقاصد الصيام هو من المقاصد العامة، وجزء من مقاصد الصيام هو من المقاصد الخاصة. على سبيل المثال، تحقيق التقوى من الصيام مقصد عام أو خاص؟ عام، لأنك تجد التقوى في الصلاة وفي الحج، وتجد التقوى في الصيام وفي بر الوالدين وفي الإحسان إلى الجار وفي تحريم الربا، كل ذلك يحقق التقوى ويقربك من الله. وفي الصيام مقاصد أخرى خاصة، الشعور بالجوع، إحساس حاجة المسلمين، تفقد أحوال المحاويج، هذا مقصد خاص يورثه جوع الصيام وعطشه، تلك مقاصد خاصة أردت منها بيان ما نريد الحديث عنهم. الحديث في النقطة التالية سادسا أو سابعا هو ذكر منهجنا الذي سنسير عليه في لقاءاتنا إن شاء الله تعالى، ونحن بعد هذا المدخل الذي أشرت إليه إلى مسائل تعين على فهم ما سيأتي في المجالس المقبلة إن شاء الله. سنخصص الليلتين التاليتين غدا وبعده بإذن الله للحديث عن المقصد الأكبر للصيام، وهو التقوى وتحقيقها، وسنتحدث عنها في مجلسين إيضاحا لها، بيانا لمسالكها، علاقتها بالصوم، وكيفية تحقيقها، وما الأحكام التي شرعها الإسلام في رمضان تعزيزا لتحقيق التقوى في الصيام، ثم التعريج على الخلل في فقدانه وأثر ذلك في صيام الصائمين في أمة الإسلام. وأما اليومان الأخيران بعد هذا اليوم فهو الحديث عن باقي المقاصد الأخرى، لأنها إما مندرجة في التقوى أو متفرعة عنها، فسنذكرها بضم بعضها إلى بعض في المجلسين الأخيرين إن شاء الله تعالى. ها هنا أشير إلى نقطتين قبل ختام هذا المجلس أيها الأحبة. النقطة الأولى، في مصنفات الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى المتوفى سنة 660 للهجرة، مصنف لطيف أسماه مقاصد الصوم، وعنوانه يوحي بأنه بيان للمسائل التي نتحدث عنها وليس كذلك، فإنه رحمه الله تعالى قد جعل في كتابه فصولا عشرة تحدث فيها عن وجوب الصوم، فضائل الصوم وآدابه، وما يجتنب فيه، والتماس ليلة القدر والاعتكاف، وصوم التطوع، والأيام المنهي عن صيامها، فأوردها في هذا المصنف اللطيف، فسماه مقاصد الصوم للحديث عن مسائله المتعلقة به كما سمعت العناوين. ذكرت هذا فقط للإشارة والتنويه. أما الأمر الثاني في التنبيه عليه، نختم به في بيان أهمية عنايتنا بما نحن نشتغل به في مجلس الدورة من الحديث عن مقاصد الصيام، وأظن أني ركزت على العناية بهذا الباب من الفقه فإنه عزيز، والاشتغال به في كلام الفقهاء ليس من المتوفر، بمعنى أنك تفتح كتب الفقه المختصر منها والمتوسع ستجد تعريف الصيام ومسائله ومفطراته وأحكامه والمسائل المتعلقة برمضان والخلاف في بعض المسائل كالحجامة مثلا، ومن أكل أو شرب ناسيا، وكفارات الإفطار عمدا في رمضان، كل ذلك ستجده، لكنك لن تجد حديثا تفصيليا عن مقاصد الصيام بالمعنى الذي نتحدث عنه. فانتبه رعاك الله، ليس هذا قصورا في صنيع الفقهاء، وليس غفلة جرت منهم رحمهم الله وحاشاهم، لكنه الاشتغال بالجانب الذي اعتنوا به وهو الهيئة الظاهرة للعبادة،
أما الجانب الآخر فشأنه البحث عنه في مظانه، وهو الحديث عن أسرار الشريعة، عن مقاصدها، عن حكمها وأسرارها، فذاك الفن آخر. يعني مثلا هل تجد في كلام الفقهاء في أبواب الصلاة فصلا يتحدثون فيه عن الخشوع وأسباب تحقيقه، وكيف يعتني المصلي بإيجاده، وكيف يحارب انصراف نفسه في الخشوع، وما الأسباب التي تفقده حصول الخشوع في الصلاة؟ إن ذكره بعض الفقهاء فيذكره إشارة وليس تفصيلا ولا تطويلا ولا اضطرادا ولا استدلالا، ليس هذا قصورا كما قلت، لكنه عناية بما اعتنوا به من الهيئة الظاهرة للعبادة. وأريد أن أشير إلى أهمية العناية بالجانب الآخر والاعتكاف عليه، فإن عامة طلبة العلم إذا أقبلوا على التفقه في العبادات، في الصيام مثلا وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الحج، فإنهم يقتصرون على التفقه في الأحكام الظاهرة على حساب العناية بمقاصد العبادات. هذا القصور يا أحبة ليس جديدا في حياة طلبة العلم. يقول الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله، وهو متوفى سنة 99 و600 للهجرة، واسمه أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد الأندلسي، يقول رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك الباب. انتهى كلامه رحمه الله، فيشير إلى تفريط قديم في هذا الباب، وحاجة إلى العناية والإقبال على التفقه في أبواب النيات والعناية بحظ القلب من العبادة. عبد الله، صليت، فكان نصيب جبهتك أن وضعتها على الأرض، ونصيب يديك أن وضعتها على الصدر، ونصيب ظهرك أنك انحنيت راكعا، ونصيب ركبتك أن سجدت، ونصيب كل عضو من أعضائك ما فعلت في صلاتك، فما نصيب قلبك في الصلاة؟ أين عبادة قلبك فيه؟ عبادة قلبك حضوره بخشوع بين يدي الله. صمت، فكان حظ بطنك الجوع، وحظ جوفك الظمأ، وحظ شهوة الفرج الامتناع، فما حظ باطنك؟ ما حظ قلبك من الصوم؟ حظه التقوى، فكما صامت جوارحك يجب أن يجد قلبك حظه من عبادة الصيام. هذه أعمال قلوب، والإسلام دين ليس دين مظاهر جوفاء ولا رهبانية غالية، التوازن بين البدن والروح. لن أطيلها هنا كثيرا، سيأتي مزيد تفصيل في مجالس درسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. أقفها هنا لنشرع غدا في الوقت، معتذرا عن تأخر اليوم، لكن سنبدأ غدا في وقتها قبل السادسة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وصلاحا وتقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.